السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو اليوم بيحكي عن خاصية جديدة نزلتها شركة اليوتيوب. أنت وبدك ترفع الفيديو، ترفع الفيديو بتنزله عندك بالقناة، بعد ما تفوت على تفعيل تحقيق الربح من قناتك، تمام، بيحطوا لك خاصية جديدة نزلوها. والخاصية هلأ أنا رح أشرح لكم عنها وورجيكم شو هي الخاصية الجديدة. هي عاملينا كرمال أنه يريحوا حالهم من قصة متابعة الفيديوهات كتير وشغل أكتر عليهم، مشان يخف الضغط عليهم يعني، تمام. فحطوا هذا التقييم هلأ والخاصية الجديدة اللي عم بدي ورجيكم إياها بالفيديو، مشان يريحوا حالهم من القصة هاي وبنفس الوقت يطوروا الموضوع أكتر عندهم بالقناة. حبايبي اللي عم يشوف الفيديو جديد، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد بننزله على القناة إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي عم تفوت تتفرج على فيديوهات، عم تنسوا اللايكات، ليش عم تنسوا اللايك ما بعرف، رجاء لا تنسونا. يلا خلينا نبلش، ما راح أطول عليكم. الميزة الجديدة باليوتيوب اللي عاملينها، تمام، شرط جديد عاملينه، انك انت بتنزل فيديو مثلا عندك القناة بدك تفعل فيه ميزة الربح، تمام. فبنكبس هلا على اشارة الدولار هون، نرجع من الاول، شايفين هلا هذا عندي اول فيديو هون مو مفعل ميزة الربح عليه، بدي فعلها انا هلا، راح اكبس عليها انا هلا هون وقول له تفعيل، بعدين قول له التالي، تفرجوا شو عطاني. هلا هي الميزه الجديده اللي عاملينها باليوتيوب، الميزه انه انت الفيديو اللي بدك تنزله بدك تفعل عليه الربح لازم تفعل عليه هدول الشغلات. تشوف يعني انت شو تشوف يعني، يعني حاطي لك اول شغله لغه غير ملائمه، استخدام متكرر وقوي، اذا كان بالفيديو فيه هيك شيء بتحط هيك، محتوى للبالغين بتحط، بتكبس مثلا بتحط المحتوى اللي بدك اياه هون، محتوى يتضمن مشاهدة رومانسية أو كذا وكذا وكذا، أو محتوى يناقش تجارب جنسية أو كذا وكذا، محتوى يعرض يعني إنه هاي القصص. هاي شايفين هون عندك إنه عملوا لك إنه الفيديو فيه شيء عنف، بتحط تكبس إنه إذا فيه عنف بتحط واحد من هدول، إذا المحتوى صادم، إذا فيه شيء صادم يعني فيه شيء مصوره أنت بيصدم من الناس المشاهدين، بتحط أنت هون الخيارات، تمام. أفعال الضارة الخطيرة، إذا فيه شيء مثلا بالفيديو فيه شيء مضر، محتوى الذي يتضمن حركات جريئة أو مشاهدات خطيرة أو كذا وكذا، شايفين حاطيكم هون كل شيء خيارات. عندكم هون محتوى يتضمن أدوية ترويجية، إنه في شيء أدوية فيها ممنوعات أو شغلات أو قصص، يعني شايفين عندنا هون محتوى يحض على الكراهية، إذا في شيء كراهية، محتوى يشير لمجموعات محمية أو ينقض آراء مفرد، يعني كمان بتحطوا إذا في شيء بهذا الفيديو تبعكم. محتوى مرتبط بالأسلحة، إذا في شيء بيعرض أسلحة أو كذا أو شغلات بالفيديو. الاحداث الحساسه، اذا في شيء احداث حساسه، شايفين تكبسوا هون بيطلع لكم، انتم بتحطوا يعني الخيارات الموجوده عندكم بهالفيديو. القضايا المثيره للجدل، اذا في شيء قضايا مثيره للجدل، اذا ما في ولا شيء من هذا يلي نذكر هون، ولا شيء موجود من اللي نذكر هون بتحطوا لا شيء، تمام. بس تحطوا لا شيء بحطوا لكم هون انه تقييمكم للفيديو مناسب لعرض اعلانات، انه هون احنا هلا بنوافق لك انك انت تعرض اعلانات على هي الفيديو، تمام، بيوافقوا لك انه انت تعرض اعلانات على هذا الفيديو. اما اذا حطيت خيارات من هدول الخيارات اللي موجوده فوق، انه في عرض اسلحه، في عرض شيء عنف، في عرض شيء مو منيح، شيء كذا، فكله هذا اذا تحط انت بيطلع لك هون خيارات انه ما بنحط عليه اعلانات، ممنوع او كذا، تمام. فانت بتحط له لا شيء، ما في شيء من هذا الشيء اللي انتم ذكرتوه بالفيديو تبعي، يعني الفيديو تبعي ما بيحط لها كراهيه ولا في اسلحه ولا في شيء ولا في مشاكل، فانه ما في القصص كلها اللي ذكرتوها. فهون بنحط له احنا اخر شيء لا شيء من ما سبق، يعني ما في شيء من اللي ذكرته، بنقول له هون ارسال. هلا هون بقى هو نرجع نكبس هون، بنفوت على اشاره الدولار، شايفين هون هلا بنحط له ميزه التفعيل، بنقول له تفعيل، بنقول له التالي، وبنقول له هون حفظ. هلا عم يحفظها الاعدادات،
نستنى عليه شوي لأنه يتحقق من الموضوع هذا. تفعيل تم، نقول له حفظ. تمام، هلا ليكو شايفين شو اعطاني؟ اعطاني هون ميزة تحقيق الربح مفعلة، فعلة. تمام، هون بكون انت امورك بخير. ترجع هلا لبرا على الفيديو، فرجوا حطوا لي هون ما من قيود مفروضة على الفيديو، ميزة تحقيق الربح صارت مفعلة بهذا الفيديو. تمام حبايبي، هاي الميزة اللي عاملينها جديدة عندهم اليوتيوب. اذا انت حبيت انك ترفع الفيديو لازم تعمل هاي الاعدادات اللي قلتلكن عليها. تمام حبايبي، حبايبي هذا الفيديو تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات الجديدة، وان شاء الله يكون الشرح عم يعجبكم دائما ان شاء الله. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لنا لايك، عم تنسوا اللايكات ليش ما بعرف، وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.